كما أود أن أتقدم جزيل الشكر لملتقى طلال أبو غزال المعرفي على استضافته لهذا اللقاء الهام، ولحسن الإعداد والتنظيم بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعلى الجهود المتواصلة المبذولة في إطار صياغة الرؤى الاقتصادية والتنموية التي نلمس فيها المهنية والإضافة النوعية بهدف تحقيق التنمية الشاملة. كما يطيب لي أن أرحب بهذه النخبة الطيبة من ممثلي الدول العربية المشاركة في فعاليات هذا الملتقى، متمنيا نجاح هذه الفعالية في تحقيق الأهداف المرجوة منها، ولضيوفنا الأعزاء طيب الإقامة في الأردن. الإخوة والأخوات الحضور الكرام، إن الدراسة القيمة التي أعدتها مجموعة أبو غزالة حول تكلفة التجارة العربية البينية تشكل إضافة نوعية إيجابية للجهود العربية وعلى كافة المستويات في تناولها للمعوقات التي تعترض نمو التجارة العربية، وبتسليط الضوء على المقومات التي يمتلكها الوطن العربي والتي تمكنه من تعزيز المركز التفاوضي المشترك في أي علاقة تجارية مع دول العالم. فمن حيث المساحة فإن العالم العربي يشكل 10% من مساحة العالم، بالإضافة لتوفر الموارد والثروات الطبيعية ورؤوس أموال بشرية ومالية كبيرة، كما تقع معظم بلدانه على نوافذ بحرية، ويقدر مجموع سكان العالم العربي بأكثر من 350 مليون نسمة، وحجم القوى العاملة تقدر بنحو 112 مليون شخص، ويقدر الناتج المحلي الإجمالي العربي بأكثر من تريليون دولار أمريكي، وتقدر حصة الفرد العربي من الناتج المحلي ب 3550 دولار، كما ويمتلك 59% من إجمالي احتياط النفط العالمي المؤكد و 29% من احتياط الغاز العالمي المؤكد. كل ذلك أوجب على الدول العربية ممثلة بجامعتها أن تعد العدة لمواكبة هذه المستجدات الدولية، فأطلقت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت في عام 2005 مرحلة الإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب الجمركية، والدخول في بناء المرحلة التالية، مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، والذي من المؤمل أن يدخل مرحلة التنفيذ في عام 2015، بالإضافة إلى البدء بتطوير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والوثائق والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة من أجل تحديثها لمواكبة آخر التطورات التي تحدث في الساحة الدولية، ولغرض الوصول إلى مرحلة التكامل المنشود بين الدول العربية. فعلى جامعة الدول العربية وأجهزتها المختلفة المضي قدما بخطى سريعة نحو اكتمال هذه المنظومة والمتمثلة في الإجراءات التالية: 1. السوق المشتركة. المرحلة الثالثة من مراحل التكامل هي إنشاء السوق المشتركة، والتي تنطوي على حرية انتقال عناصر الإنتاج، العمالة، رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء. 2. الاتحاد النقدي. تعتبر هذه المرحلة مهمة جدا في سلم التكامل، وتنطوي على توحيد السياسة النقدية من خلال خلق عملة موحدة وإنشاء سلطة نقدية مركزية. 3. الوحدة الاقتصادية، وهي خطوة أكثر تقدما تلي السوق المشتركة على طريق التكامل الاقتصادي، وفي ظلها تلغى القيود على انتقال السلع وعناصر الإنتاج مع تطبيق تعرفة جمركية موحدة إزاء العالم الخارجي فحسب، بل يتم أيضا التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الخاصة بالدول الأعضاء. 4. التكامل الاقتصادي الكامل. وتقضي هذه المرحلة بتوحيد السياسات النقدية والضريبية والاجتماعية للدول الأعضاء، فتصبح اقتصادياتها كأنها اقتصاد واحد تسيطر عليه سلطة عليا في يدها اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية للدول المندمجة كلها، ويكون لهذه القرارات صفة الإلزام. الإخوة والأخوات، يأتي انعقاد هذا الملتقى في الوقت الذي تتنامى فيه الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات لتدارس الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها منطقتنا في ظل الظروف والتطورات الإقليمية، لاغتناب الفرص وتجاوز التحديات التي تحتم علينا أن نبحث بدقة عن الفرص المتاحة. لقد قطعت الدول العربية شوطا كبيرا في تحرير تجارتها الخارجية، وصولا إلى نظام يستند إلى مبادئ الانفتاح الاقتصادي والسوق الحر والشفافية في الإجراءات، كما وأنه بالرغم من تعدد الآراء حول العلاقة بين التجارة العربية الخارجية والتنمية الاقتصادية، إلا أن هنالك توافق كبير حول الدور البارز الذي تلعبه التجارة الخارجية في تعزيز الأداء الاقتصادي، و
وتعظيم الاستفادة من مكتسبات التنمية الاقتصادية بما في ذلك خلق فرص العمل والحد من البطالة والفقر. ومن الجدير بالذكر أن حجم التجارة العالمية بلغت في عام 2012 $18 تريليون بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة مع العام 2011، حيث جاء ترتيب الدول العربية في المركز الثالث بنسبة 10%، ومنطقة آسيا الصين واليابان بنسبة 37% المركز الأول، والاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بنسبة 18%، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع بنسبة 8%. وبتحليل أسباب ضعف التجارة العربية نجدها كالتالي: تأثر التبادل التجاري بتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة العربية، كثرة التحفظات على الاتفاقيات والقرارات الجماعية من بعض الدول الأعضاء إضافة إلى التباطؤ بتنفيذها، ضعف القاعدة الإنتاجية وانخفاض مستوى التصنيع في الدول العربية، اختلاف السياسات الاقتصادية والتجارية للدول العربية. كلفة النقل والشحن والتأمين بين الدول العربية هي أبرز كلف التجارة التي تحتاج إلى تطوير اتفاقية تنظيم النقل البري الترانزيت بين الدول العربية. ارتباط الدول العربية مع مجموعات اقتصادية مختلفة وبدرجات مختلفة. الحضور الكرام، إن حجم التحديات والصعوبات التي واجهت المملكة خلال الخمس سنوات الماضية كانت كبيرة، ولمواجهتها تبنت الحكومة الأردنية منذ توليها المسؤولية برامج إصلاح عديدة في عدة مجالات، أهمها تحفيز النمو الاقتصادي والتركيز على تنمية المحافظات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، والعمل على حل مشكلة الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة، وإعادة النظر بالدعم المقدم للمشتقات النفطية وتوجيهه مباشرة للفئات المستهدفة من خلال تقديم دعم نقدي مباشر، من باب حرص الحكومة على المحافظة على مستويات معيشة المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية. وقد حققت هذه البرامج معدلات نمو إيجابية في أداء الاقتصاد الأردني، وأثمرت عن إعادة الاستقرار والتوازن إلى الاقتصاد الوطني، وتجاوز المرحلة الحرجة تمهيدا لتحقيق نمو اقتصادي أعلى. يعني أنا بس بدي أخرج عن النص وأركز إنه عمليات السعي لإيجاد منطقة تجارة عربية حرة بدأها القطاع الخاص العربي وليس الحكومات العربية، وبدأت في مطلع الخمسينات في مؤتمر كان للغرف العربية في الإسكندرية حسب ما بذكر الحج حمد الطبع، أعتقد ما حضرتش، أنا متأكد ما حضرتش المؤتمر، بس هو المؤتمر كان في 52، ودعا المؤتمر لإيجاد سوق عربية موحدة منذ عام 52 حتى الآن ننتظر إلى إيجاد هذا السوق. طبعا خطينا، يعني أنا بدي أكون إيجابي في هذه الجلسة، بقول إنه خطينا خطوة كبيرة للأمام، وأنا بعتقد إنه منطقة التجارة العربية بالرغم من كل المشاكل التي واجهتها هي خطوة كبيرة للأمام. طبعا هنالك مشاكل كبيرة تعترض تنفيذ هذا الموضوع. نحن في الأردن كالعادة ملتزمون في احترام الاتفاقيات وتنفيذها، وكإبراز لهذا الموضوع حجم التجارة الأردنية مع الدول العربية، يعني حجم التجارة الأردنية البينية مع الدول العربية يصل إلى حوالي 50% من حجم التجارة الكلية. هذا يبين مدى يعني التزام الأردن ومدى اعتماد الأردن ومدى تطلع الأردن لتطبيق هذا الموضوع الهام. ونحن نطلع أيضا لتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي، آمل أنه يتم تنفيذه، آمل أنه ما يتمش يعني تأجيل هذا الموضوع، ولو أنه عندي تخوفات أساسية ورئيسية. هذه المنطقة طبعا تعترضها إجراءات إدارية عديدة، إجراءات جمركية عديدة. ليس من المنطق على سبيل المثال أنه يكون السوق العربي سوق مفتوح بينما هنالك تفاوت كبير في السياسات، تفاوت في الدعم على سبيل هذا موضوع للبحث. على سبيل المثال، عندما تتفاوت أسعار الطاقة تكون بنسبة 1:30 أو 1:40 ما بين دولة ودولة دولة أخرى، وتكون الأسواق مفتوحة، أعتقد أنه في نوع